السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. أحد المتابعين في الفترة الأخيرة زي المشاهدين طرح علي سؤال، لماذا لا أنشئ لكم فيديو وأيضا أصنع لكم فيديو أشارك معكم أفضل تشكيلة للمنتخب الوطني الجزائري التي ستشارك في كأس يعني العرب لسنة 2021. عدنا العديد من اللاعبين من البطولة الوطنية، وأيضا عدنا العديد من اللاعبين في المنتخب الوطني الجزائري الأول، قادرين يعني نمزجوهم في تشكيلة واحدة ويعني نستخلص يعني تشكيلة قوية سندخل بها ونراها أنها أفضل تشكيلة سندخل بها لمواجهة العديد من البلدان العربية في مونديال العرب لسنة 2021. هذا ما سنتفعله بالضبط أعزائي المشاهدين، وأيضا سأشارك معكم توقيت ومواعيد المباريات للمنتخب الوطني الجزائري في مونديال قطر، هذه البطولة القوية. فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. طبعا أعزائي المشاهدين، مباراة كأس العرب سيشارك فيها المنتخب الوطني الجزائري وذلك بشكل رسمي، وأيضا زي المشاهدين مباراة ليبيريا كانت أول امتحان يعني للمنتخب الوطني الجزائري قبل انطلاق هذه البطولة وقبل انطلاق مباريات المنتخب الوطني الجزائري في مونديال يعني العرب أو كأس العرب لسنة 2021 التي ستقام في دولة قطر. بين قوسين هذه المباريات يعني راح تمنحنا نقاط قوية إذا راح نلعب باللاعبين يعني للمنتخب الأول، هؤلاء اللاعبين راح يكتشفوا أجواء ملاعب قطر، فلهذا راح ياخذوا نظرة عليها، وعندما يأتون بالمنتخب الوطني الجزائري الأول إذا صعدنا إلى مونديال قطر إن شاء الله يعني لسنة 2022 راح يكونوا عندهم فكرة عن أجواء المباريات وعن أجواء يعني الملاعب وإلى آخره. فهذه النقطة إيجابية رأيتها بطبيعة الحال وأردت أن أشاركها معكم. بينما أيضا أعزائي المشاهدين، نجح المنتخب الوطني الجزائري وأشبال الكوتش مجيد بوغرة في الفترة الأخيرة الفوز في أول امتحان له كمدرب أمام منتخب ليبيريا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن هذا لا يعني لنا أنه المنتخب الوطني الجزائري نعم هو أقوى وأقوى يعني منتخب سيواجه في هذه البطولة بطولة كأس العرب، لا بالعكس المنافسة راح تكون قوية، خاصة أن المنتخب الوطني الجزائري سينافس فقط بالمنتخب المحلي ممزوج ببعض اللاعبين من المنتخب الأول، وأيضا المنافسين راح يكونوا أقوياء على غرار منتخب مصر. منتخب مصر راح يكون قوي بطبيعة الحال، وخاصة أن المجموعة نتاعنا اللي طحنا فيها زي المشاهدين هي قوية بطبيعة الحال، حيث المجموعة أسفرت على يعني المنتخب الوطني الجزائري كانت في المجموعة دي أي المجموعة الأخيرة التي يعني جمعت كل بين منتخب يعني مصر ومنتخب لبنان أو جيبوتي، لحد الآن لم تلعب هذه المباراة، وأيضا عدنا ليبيا أو السودان، ورسميا السودان هي التي تفوقت على ليبيا بهدف دون رد، وطبعا السودان راح نلعب معها في مونديال العرب أو كأس العرب لسنة 2021. فلهذا منتخب مصر عنده لاعبين أقوياء يعني معظمهم يعني يلعبون في البطولة المحلية نتاعهم، فلهذا المنتخب المصري راح يكون أقوى منتخب أعتقد في هذه البطولة. ولكن يعني رغم ذلك رغم أننا راح نشارك فقط باللاعبين المحليين وبعض اللاعبين الأسماء الأخرى، إلا أن تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري فيها نوع من بصيص من الضوء على أن تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري راح تكون قوية، لأنه راح نلعب أيضا بكل من رئيس وهاب بولحي راح يكون حاضر، عز الدين دوخة، يوسف بليلي، بغداد بنجاح، جمال الدين بالعمل هذا في حال إذا انتقل، بينما أيضا عندنا عدلان قديورة، مهدي طهرات، مهدي عبيد، إبراهيمي، ياسين إبراهيمي، وأيضا عندنا عبد القادر بدران، والعربي هلال سوداني، فكل هؤلاء الأسماء قادرين نمزجوهم بلاعبي المحلي والمنتخب المحلي من أجل تكوين وأيضا استنتاج يعني تشكيلة قوية قادرين نبرزوا بها يعني منتخبات مونديال قطر والمشاركة في هذه البطولة. أما بالنسبة للتشكيلة أعزائي المشاهدين، حضرت لكم تشكيلة وأنتم أيضا قادرين تعطونا تشكيلتكم في صندوق التعليقات. أنا اخترت هؤلاء الأسماء حسب رأيي الشخصي، وراني عارف أنه الرأي نتاعي والرأي نتاعك ممكن ما راحش يكونوا متوافقين وراح يكون انتقادات، فإذا لديك انتقاد بناء اكتبوا لي في صندوق التعليقات، وأنت عزيزي المشاهد إذا عندك أي انتقاد أو عندك أي استفسار اكتب لي الاستفسار نتاعك في صندوق التعليقات، وأيضا شارك معنا تشكيلتك التي تراها مثالية لخوض مونديال العرب لسنة 2021 بدولة قطر. أنا اخترت أعزائي المشاهدين في حراسة المرمى حسب رأيي الشخصي رايس وهام بوحي، سواء مع المنتخب الوطني الجزائري أو مع المنتخب المحلي يبقى الرقم واحد بالنسبة لي، وعندما يلعب هذا اللاعب أنا أحس بالأمان، وصراحة حتى مجيد بوغرة أعتقد ماليا أنه سيفكر بإشراك رايس وهام بوحي
في مونديال يعني قطر يعني للعرب بطبيعة الحال. أما الحارس المرمى الذي سيكون في كرسي البدلاء عندنا عز الدين دوخة، هذا اللاعب سيكون حاضر متأكد 100%، وأيضا عبد الرحمن مجادل اللي قدم لنا مباراة كبيرة أمام منتخب يعني ليبيريا. في خط الدفاع زي مشاهدين عندنا مهدي طهرات، يعني في قلب الدفاع قلبي الدفاع عندنا مهدي طهرات وجمال الدين بالعمري. اما في كرسي الاحتياط مكان يعني مهدي طهرات عندنا معاد حداد لاعب الامسيه بطبيعه الحال، هذا اللاعب قوي جدا. بينما ايضا مكان جمال الدين بالعمري في يعني كرسي البدلاء عندنا عبد القادر بدران. عبد القادر بدران ما شاء الله لاعب الترجي التونسي قدم مباريات كبيره، فخط الدفاع اعتقد انه قوي لحد الان. انتم اكتبوا لنا رايكم في صندوق التعليقات. اما الاظهره عندنا الظهير الايمن ايمن بوغره لاعب نادي بارادو بطبيعه الحال، وايضا عندنا مكانه زين الدين بالعيد لاعب اتحاد الجزائر راح يكون في كرسي البدلاء خلافه لهذا اللاعب. فانا راح اشارك معكم كما قلت لكم اعزائي المشاهدين التشكيله الاولى ايضا الاحتياط يعني لها. بينما ايضا عندنا الظهير الايسر يوسف العوافي لاعب وفاق سطيف قدم لنا مباراه كبيره، وايضا راقبت هذا اللاعب في الفتره الاخيره ما شاء الله عليه قدم مباريات كبيره، واللاعب الذي يكون مكانه او يعني يكون في كرسي البدلاء خلافه لهذا اللاعب حمزه موالي لاعب نادي بارادو. بينما ايضا في نفس السياق عندنا في خط الوسط عندنا زي مشاهدين عدلان قديورة افضل مسترجع وقاطع للكره، هذا اللاعب بتاكد الدبابه الجزائري ما شاء الله عليه رغم تقدمه في السن الا انه مستواه بقي ثابت حسب رايي الشخصي، وهو افضل لاعب يمكن ان يشاركه المجيد بوغرا يعني في هذه المباريات القادمه في كاس العرب لسنه 2021. عدلان قديورة اعتقد لانه راح يكون قوي في هذه المباريات وراح يعني يقدم لنا مستوى كبير. اما اللاعب الذي سيكون مكانه او في كرسي البدلاء عبد القهار قادري لاعب نادي بارادو الذي الكوتش جمر الماضي كان يراقبه باستمرار خاصة في المباريات الأخيرة. بينما أيضا عندنا مهدي عبيد، مهدي عبيد ما شاء الله عليه هذا اللاعب لاعب يعني النصر الإماراتي، هو أيضا راح يكون حاضر معنا، واللاعب الذي سيكون خلافة له في كرسي البدلاء آدم زرقان لاعب نادي بارادو الذي تواجد في قائمة الكوتش جمر الماضي السابقة بطبيعة الحال. وأيضا يعني في كرسي البدلاء عندنا عبد القهار قادري كما قلت لكم آدم زرقان، هذين اللاعبين يعني عندهم تناغم عندهم يعني بينهما ثنائيه كبيره وانسجام رهيب بين هذين اللاعبين، فاذا راح يخرج كل من عدلان قديوره ومهدي عبيد دفعه واحده راح يكون عندنا لاعبين اخرين يقدمان مستوى كبير ومتناغمين كما قلنا وعندهم انسجام كبير الا وهو زرقان وعبد القهار قدري. اما ايضا في خط الوسط عندنا امير سعيود لاعب شباب الوسداد والذي سيكون مكانه في كرسي البدلاء، عندنا بلال بن حموده لاعب اتحاد العاصمه. بينما في خط الهجوم، خط الهجوم اعتقد انه واضح يعني بغداد برجاح يوسف بليلي بلال مسعودي لاعب وافضل هداف في البطوله الوطنيه 17 هدف ما شاء الله رقم لا يستهان به لاعب شباب الثوره، اعتقد ان هذا افضل هجوم للمنتخب الوطني الجزائري الممزوج بين لاعبي المحلي وايضا الفريق الاول للمنتخب الجزائري، بغداد برجاح يوسف بليلي وبلال مسعودي. اما كرسي الاحتياط لهؤلاء اللاعبين عندنا بالقاسم اسماعيل لاعب اتحاد العاصمه مكان بغداد بنجاح، وايضا عندنا محمد امين عموره مكان يوسف بليلي اللي كان نجم المباراه امام ليبيريا، وايضا مكان بلال مسعودي عندنا حسام الدين غشه. فحسام الدين غشة ومحمد الأمين عمورة هما أيضا عندهم تناغم وتناسق كبير بين هذين اللاعبين ويقدمان ثنائية قوية على جميع يعني الخصوم في كأس العرب لسنة 2021. الآن أشارك معكم أعزائي المشاهدين موعد مباريات المنتخب الوطني الجزائري لكي ننهي هذا الفيديو. المباراة الأولى ستقام يوم الواحد من شهر ديسمبر على الساعة الواحدة أمام كل من السودان، بينما المباراة الثانية ستكون يوم الرابع من شهر ديسمبر القادم أمام عدنا أعزائي المشاهدين يا إما لبنان أو جيبوتي. لحد الآن لم يتم الإعلان عن الفائز في هذه المباراة ولم نتعرف عن من سنقابل بطبيعة الحال. أما المباراة الثالثة والأخيرة هي أمام يعني مصر والسابع من شهر ديسمبر، فنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري المحلي الممزوج بلاعبي المنتخب الوطني الجزائري الأول. وأيضا كإجابة عن الأسئلة التي متوقع أنها راح تكون في صندوق التعليقات، هل سنخسر سلسلة اللاهزائم إذا خسرنا في يعني مونديال أو كأس العرب بطبيعة الحال؟ وأيضا هل سنتأثر في ترتيب الفيفا؟ نعم سنتأثر في ترتيب الفيفا لأن هذه المباراة يعني معترف بها من طرف الفيفا، وأيضا ستكون في أيام الفيفا داي في تواريخ الفيفا بطبيعة الحال. وأيضا في نفس السياق يعني سلسلة لا هزائم للمنتخب الوطني الجزائري يعني نخسرها إذا خسرنا بطبيعة الحال، فنتمنوا أنه ما راحش نخسره ونتمنوا نزيد نحطموا أرقام قياسية في قادم المواعيد. فكان هذا فيديو اليوم ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.